مرحبا سبايا، أهلا فيكم بقناتي على اليوتيوب ميسرمي. بفيديو اليوم راح نشوف طريقة رسم وترتيب الحواجب بأسهل الخطوات للمبتدئين وبشكل احترافي وبأدوات غير مكلفة بالبيت، وكيف تتحصلوا على حواجب كثيفة ومرسومة شارة شارة. فقررت أني أعمل هذا الفيديو من بعض الأسئلة وطلبات المتابعين في عدة فيديوهات على قناتي، هل حواجبي عملت لهم تقنية 3D أو المايكرو بليدينج. ولهيك حبيت أني أعمل هذا الفيديو تعليمي لطريقة رسم وترتيب الحواجب، وبكون في نفس الوقت جاوبت على أسئلتكم بفيديو توضيحي كيف أرسم حواجبي بشكل احترافي بالبيت وبخطوات سهلة. فيلا خليكم متابعين الفيديو للأخير. أول خطوة راح استخدم جيل الحواجب أو مثبت الحواجب اسمه ماك، على شكل علبة صغيرة وفيها كمية من جيل شفاف، وراح تجدون معه فرشاة الحواجب، وراح استخدم معه مثبت مكياج أو بخاخ الماء ورش عليه قليلا بهذا الشكل لغاية ما يصير الجيل مبلل. ومن بعده راح اخذ فرشاة الحواجب وراح اخذ البرودكت اللي تكتل على الفرشاة وحطه على حواجبي. والان راح ابدا بتمشيط الحواجب للفوق بفرشاة اللي سبق وحطيت فيها البرودكت. واكيد لما تكونوا بعمليه تمشيط الحواجب تاكدوا انكم تدخلوا الجيل بين شعرات الحواجب جيدا، حتى ما يبقى شعر الحواجب نازل لتحت وكأنه نايم. والهدف من هذا الجيل هو رفع شعر الحواجب للفوق وتثبيتهم في نفس الوقت. وأكيد من بعد تمشيط شعر الحواجب راح تبين شعرات الحاجب وكأنها مرسومة بتقنية 3D، وهذه الطريقة راح تكون جد مناسبة لعندهم حواجب خفيفة وراح تساعدهم على تكثيف الحواجب أكثر. بالنسبة للفرشاة غيرتها واستخدمت الفرشاة اللي متعودة استخدمها وحط عليها صابون، لأنه ما عرفت استخدم الفرشاة اللي كانت بعلبة الجيل لأنها صغيرة وما عرفت أمسكها، وكملت تمشيط الحواجب لغاية ما تشكلت وصارت بهذا الشكل المرتب. ولو تلاحظوا بعد ما مشيت الحواجب بجيل الحواجب صار في عندي فراغات بين شعرات الحواجب جد واضحة، ولهيك رح أملأ هذه الفراغات ببودرة تصحيح الحواجب. ورح استخدم هذا اللون المتناسب مع لون حواجبي وبفرشاة صغيرة ومسطحة كأنها فرشاة أيلاينر، رح أملأ الفراغات عشوائيا، لكن رح أبدأ من نهاية الحاجب لأن الفرشاة فيها كمية كبيرة من بودرة تصحيح الحواجب، ولهيك لازم أبدأ ملء الفراغات من نهاية الحواجب حتى ما يتكتل معي لون الحاجب ويصير كثيف جدا. لهيك راح أبدأ بنهاية ملء الفراغات من نهاية الحواجب لغاية ما يخف اللون على الفرشاة، ومن بعده راح أكمل رسم الحواجب من البداية على شكل شعرات خفيفة جدا، لأنه من المعروف أنه شعر الحواجب من البداية يكون خفيف، وبما أنه الفرشاة مليئة ببودرة تصحيح الحواجب فما لازم ابدأ من البداية حتى ما يكون الحاجب كثيف جدا.
والآن راح أستخدم ماسحة الأذن وراح أحط فيها مزيل مكياج وراح نظف تحت الحاجب، وأكيد من بعده إذا راح تعملوا ميك اب فيكم تنظفوا تحت الحواجب بكونسيلر حتى يكون العمل احترافي أكثر. أخيرا هذا هو الفاينل لوك لطريقة رسم ترتيب الحواجب بشكل احترافي للمبتدئين بالبيت وبخطوات جد سهلة وبأدوات غير مكلفة. قبل ما تطلعوا من الفيديو، إذا عجبكم طريقة رسم وترتيب الحواجب ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وأكيد اتركوا لي رأيكم بالكومنت وشو حابين تشوفوا مكياج عيون جديد بالفيديو القادم. مع السلامة.